إذن السلام عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات الكرام، في نقل بث مباشر هنا بمدينة أسفي، بالضبط بجانب ملعب الذي يحتضن مباراة أسفي والرجاء البيضاوي. إذن الجماهير التحقت بالملعب من أجل تشجيع الفرق ديالها. هنا كازا مهنا. إذن السلام عليكم. السلام. صريح استاذ بخصوص المقابله اليوم اللي كتجمع ما بين الرجاء البيضاوي واولمبيك مدينه اسفي. حنا فرحانين بهذا الماتش ان شاء الله اليوم، ان شاء الله حد ما حد نترجعوا للجمهور اللي طرا ورجعت الشالك. حنا كنطلبوا من الجمهور يكونوا في المستوى اليوم ان شاء الله، باش حتى الامن يكون في المستوى، يدوز واحد الماتش زين ونربحوا ان شاء الله على حساب السيمانه الجايه. عندنا ترجي، باش ترجي حنا نربحوها، باش حتى حنايا نزيدوا لقدام ان شاء الله، باش اسفي نعطوا واحد الصوره تكون زينه. حنا الرجاء حنا علاقه معاهم مزيانه، هما ما جاوش شغلهم هذاك الشيء، حنا تنطلبوا من فرقتنا تجيب لنا ان شاء الله اليوم واحد ثلاثة نقيطات باش نلعبوا كونتر الترجي يكونوا مزيانين، باش حتى حنا نفرحوا هذه المدينة. هذه المدينة حتى حنا واخا حاقريننا ما عاطيناش حتى شي مسؤول في الجامعة، ما عمره جا الأسفي. تنطلبوا حنا من شي مسؤول تاع الجامعة حتى حنا يشرفنا، مالنا حنا ماشي مغاربة، حتى حنا راه مغاربة، ولكن المسؤولين تاع الجامعة تنطلبوا كونتر الترجي يجوا عندنا شي واحد. إذا الجماهير كيفاش كان الاستقبال ديال الجماهير ديال الرجاء البيضاوي؟ في المستوى حنا ما عندناش مشاكل مع أي جمهور. الأمور غدا مزيان اليوم. غدا مزيانة بخير وخير، الأمن، الأمن في المستوى، الأمن تاع آسي في المستوى، ما عمرو داروا شي سميتو في المستوى. حنا عندنا الأمن تنديروا فيه الثقة الكاملة، لا من الجدارمية لا من البوليس لا من الخزنية. تنطلبوا حنا في هذه المباراة تكون في المستوى، نجيبوا واحد ثلاثة نقيطات باش حنا نفرحوا الجماهير، باش نكونوا السيمانة الجاية في المستوى. وشكرا. شكرا. معنا جمهور من الرجاء البيضاوي. يا خويا تنتمناو المقابلة تدوز أحسن الأحوال، والجمهور بيناتهم يكون خاوة انسجام ما بين لا صداع لا والو. نمشيو حتى حنا عند والدينا نعسو، ما بيناش نعاودوا نردوا السين طلور. كي كان ظروف التنقل ديالكم من الدار البيضاء هنا لمدينه اسفي؟ احنا من مدينه الصويره. مدينه الصويره؟ الصويره. ايوا هنا في التجول ديالكم الالتحاق ديالكم هنا الملعب، كي كانت الظروف؟ لا الظروف سليمه، الناس تلقاو مع اولاد اسفي تيرحبوا بينا، وشكرا الدراري تاع اسفي، وشكرا الدراري الشارك. مرحبا، شكراً. مرحبا بكم. اذا هذا الباساج هذا ديال النادي اولمبيك اسفي، ولوتر كوتي كدوز الرجاء. اسفي هنا كازا، هنا كازا اللي هنا اسفي هنا. عطي لي كل واحد يعطي صاحبي. إذن توافد الجماهير ديال اولمبيك مدينة اسفي مدرجات الملعب. ديما رجاء ان شاء الله وجوج الزيرو توفيق. السلام عليكم. اللي تشجع الرجاء؟ اجا نسولوك. خويا معاك الدوبلطو. تنشجعوا الرجاء من مدينه الصويره خويا. من مدينه الصويره. كي داير هذا الامور؟ كي الامور مزيانه كما سميتو تلفتيني اصاحبي. الاجواء مزيانه وخوتنا والشرق خوتنا. مرحبا بكم. مربوحه الرجاء ان شاء الله. خاطر هاد الناس هادو اللي واقفين. Thank you.
خاوي الجمهور التحق لان هنا جماهير مدينة اولمبيك اسفي. تحية لكم عبر شي كلمة كي غدا الامور كي غدا الاجواء اليوم على سلامة الجمهور المشجعين ديال كلمة في حق الجمهور ديال الرجاء البيضاوي اللي متواجد هنا في مدينة اسفي. الرجاء البيضاوي ما عرفش كان عندهم شي مشكل حتى هما وقرروا يدخلوا. المهم الناس اللي جاوا منهم اش بغيت تقولوا لهم؟ نقول لهم دخلوا تفرجوا ورضاو بهذاك الشيء اللي عطاوكم هادشي جاربي العمل منين انت ماشي غيجيو هما اليوم يبدلوا. كلمة ترحيبية لهم ومرحبا بهم اسفي راهم عارفين مرحبا بهم والدار دارهم وكل مغاربة ان شاء الله ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا شكرا ازيك مصطفى. اذا توافد الجماهير هنا في مدينه اسفي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. كي دايرين؟ كي داير اخويا؟ على سلامتكم. كلمه بخصوص الرجوع ديالكم للمدرجات من اجل التشجيع. وحنا كنا مقاطعين على اسباب راكم عارفين كاملين هاد البلاد هادي راكم عارفين شنو كاين. ودابا حنا فرحانين ان شاء الله وكنتمناو الرباح ان شاء الله وكاع الدراري عازمين ان شاء الله بشرفكم ان شاء الله. اذا الرساله ديالكم للجمهور ديال الرجاء البيضاوي مرحبا بهم في اي وقت جاو مرحبا بهم اي جماهير المغرب كامل مرحبا بهم. حنا ما عندناش مع الشغب كنتفرجوا لا تفرسير حدو التيران. تحيه لكم تحيه توفيق. خصنا نشوفوا الجمهور ديال الرجاء اخوان. هناك تاخي الامور غدا في شكل جيد 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 جدا. الجمهور منسجم. حنا ندخلوا ننقلوا لكم الاجواء ديال المشجعين ديال كلا الفريقين لان كيف ما كتشوفوا معنا عزيزات امنيه مهم مشجعين الرجاويين شباب. كلمة تشجعوا الرجاء.
لا زالت الجماهير تتوافد على الملعب. بطبيعة الحال هناك ترحيب كبير من طرف جماهير ديال مدينة تسفيل الإخوة ديالهم البيضاويين. كتبقى لعبة تحت شعار لا للشغب. إذا الإخوان ننقل لكم البث مباشر من الداخل، خلوكم معنا بعد قليل.